أي واحد بغى يفصل فسيلة عندك ستة شهر ستة يبدي وسبعة وثمانية رقم واحد على طول مدة القدور وحتى الركاب. هذه مثلا هذه الركاب هو ما فيها بذور، شوف ما فيها قدور ما فيها شرش، هذه بنرتبها الحين وبنزرعها الحين، عطيها شهر بس شهر ونص على طول. شوفوا ما شاء الله كلها ركاب من نخلة واحدة، هذا يعني ما أحسن أنت تستغل الركاب وتطلع قذور وتكون شجرة وحدها. حتى هذه احنا نحاول نفرزها نخوزها عن هذا، وهذا الصغار بعد فيه قذور شيء منهم ما فيه قذور ركاب، هذا ركابها. شوف سوي ولازم تعملوها في بوت صغير، يعني سوي تراب سوي تراب، ايوه لازم يكون فوق، ما تخليها تحت كامل تغطيها بتراب لهنها، لا حاجة بسيطة. شوف كذاك ها هذا، وعاد قيس عليها الماء، يوم تشوفها يابس تربة يابسة ذيك الحين أعطيها ماء، إذا فيها ثرى ما تمسها، هذا ترى الماء بعد يضرها زيادة. ولما تربطها فوق لازم تربطها، هذا تربطهن وهذا لا تقصهن ما يحتاج، هذا تقصهن. شوف ها تقصهن ها.